بالحلقة الليلة رح نتعرف أكثر على آخر 5 مراسلين عم يتنافسوا على جائزة 30,000 درهم، والتصويت للجنة التحكيم ولمشاهدي الآن. رح نضوي أكثر على شغلهم بعالم الإعلام وعلى تقريرهم اللي عم يتنافسوا من خلاله. حسين هو أول مراسل حربي بالعراق، شارك بعدة نزالات جوية مع جهاز مكافحة الإرهاب، وأصيب بمعارك التحرير 3 مرات. تم تعيينه مسؤول قسم المراسلين بقناة العراقية الإخبارية عام 2016. حصل على جائزة أفضل مراسل حربي بالعراق عام 2014 وأفضل مراسل حربي عام 2015 بيوم الإعلام العربي يلي أقيم بالعراق، واختار اليوم أنه يكون تقريره عن فظائع داعش لطاولة اليزيديين في العراق. داعش الإرهابي عمد إلى تجميع كل الأشخاص ومن ثم قام بوضعهم على الحدود العراقية السورية. النساء قام بزجهن في داخل محافظة نينوى في داخل منازل قد وضعت وهيئت منذ فترة طويلة، أما بالنسبة للرجال فقد وضعهم في داخل منطقة قريبة من هذا المكان ثم أعدامهم رمياً بالرصاص ووضعهم في مكان قريب من هذا المنطقة. لا نستطيع الوصول إلى داخل تلك المقبرة بسبب أن داعش قد عمد إلى تفجيرها بشكل كامل. السلام عليكم، أنا زينة شواشي صحفية من تونس. زينة شواشي صحفية من تونس، ولدت عام 91 بمدينة مجاز الباب من ولاية باجة بالشمال الغربي التونسي. حصلت على شهادة البكالوريا عام 2010 شعبة الأداب، درست بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار، وحصلت على الإجازة الوطنية للصحافة سنة 2013، ثم أحرزت شهادة الماجستير اختصاص تلفزيون عام 2015. خاضت تجارب إعلامية متنوعة بالصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، ومنها بمجلة سيدتي، قناة التونسية، قناة نسمة الإخبارية، وشبكة تونس الإخبارية TNN، واليوم بتخوض تجربة بالتقديم الإخباري بقناة ليبيا الوطن. بالتقرير اختارت زينة تخبرنا قصة عائلة، ولكن هالقصة بتلخص قصص عائلات كتير عانت وخسرت الكتير بسبب داعش. نبيلة غصين حائزة على إجازة من كلية الإعلام بلبنان وعلى ماجستير قسم الأنتروبولوجيا، اشتغلت كمراسلة ومعدة برامج لعدد من المحطات التلفزيونية المحلية والعربية، تكتب بعدد من الصحف، وهي مهتمة بالشأن الكردي والأيزيدي،
حيث عملت على إنتاج وثائقي عن المجازر يلي حدثت بجبل سنجار بعد هجوم داعش، وقامت فيه بمقابلة المقاتلات الكرديات والناجيات الأيزيديات. اختارت نبيلة أنه تدخل بها المسابقة، وتقريرها بيحكي عن المكون الأيزيدي في العراق. بتناول عائلة نزحت من المدينة والتجأت لشجر التين، حيث عاشت البي والأم والأطفال بدون أكل بدون مي لمدة 10 أيام. اهتمامي بهذا الموضوع إجا نتيجة أكيد الحس الصحافي ومهمتي بإني أنقل الحقائق والوقائع والمجزرة اللي تعرض لها المكون الأيزيدي. هلأ نحن موجودين بقهوة عسيف، هذه القهوة اللي تعد من أشهر القهاوي الشعبية الموجودة بالضاحية الجنوبية. هذه القهوة اللي كانت مستهدفة وقت تفجير الطيونة من 3 سنين، وقتها كان في جيم فوتبول ومجمعين الشباب سهرانين ما لا يقل عن 50 شخص كانوا موجودين بهذا المطرح، وصار التفجير قدامهم لو ما وقف بوجهن الشهيد عبد الكريم حدرج، لو ما وقف بوجه الانتحاري اكيد كان صار في كارثه كثير كبيره بهيدي القهوه. ملاك قطيش اللي ولدت ببيروت عام 1981 حائزه على اجازه بعلم النفس، واشتغلت كمقدمه ومعده برامج بمحطه الام بي ان ومراسله بمحطه الام تي في. ومن ابرز تحقيقاتها المصوره فرض الخوه، الاجهاض بالعيادات الخاصه، وتهريب الأدوية الممنوعة وبيعها من دون وصف الطبيب، بالإضافة لعمالة الأطفال والاتجار بذوي الاحتياجات الخاصة. غطيت كتير تفجيرات صارت بلبنان يلي قامت فيها أكيد داعش، فت عبيوت كتير من الناس، شفت الحزن عندهم، تعايشت مع وضعهم وشفت قدي في تناقضات، قدي في ناس عم تفتخر من ولادها وقديش في ناس عن جد كانت بتتمنى أن ولادها يضلون معهم. اختارت ملاك أنه تحكي عن الهجوم الانتحاري الموجه ضد أحد المقاهي، وعن شجاعة بطل حاول يوقف المهاجم ويمنعه من الدخول. معكم حسين خريس، أنا مراسل ميداني. كنت قد غطيت أبرز الأحداث الساخنة المتعلقة بالمعارك التي حصلت بين جبهة النصرة والجيش اللبناني وحزب الله في الجرود اللبنانية بين لبنان وسوريا. كنت قد حظيت بمقابلة زعيم جبهة النصرة أبي مالك الشامي. أيضا كنت قد غطيت بشكل حصري صفقة التبادل التي حصلت بين الدولة اللبنانية وجبهة النصرة في جرود القلم. الختام بيكون مع حسين خريس، خريج كلية الإعلام والتوثيق بالجامعة اللبنانية، اشتغل مراسل بقناة الجديد والأم تي في، وغطى العديد من الأحداث الساخنة في لبنان بين أحداث مخيم عين الحلوة وأحداث عرسال اللي أدت إلى خروج داعش من لبنان. حسين رح يخبرنا قصة أهل الجنود اللبنانيين اللي عانوا الأمرين بعد اختطاف أبنائهم من قبل التنظيم الإرهابي، وانتظار سنتين قبل الإعلان عن إيجاد جثثهم بالجرود بعد ما تم إعدامهم من عناصر داعش المجرمة.
أنا جدي خالد بن حسن في رجاش الفنيدق منطقة فنيدق عبد الله. نحن متوجهون إلى منطقة فنيدق العكارية أقصى شمال لبنان بهدف إجراء تقرير مع زوجة الشهيد خالد الحسن، وفي هذا التقرير ستكشف لنا أبرز الأسرار المتعلقة بالتعذيب الذي تعرضت له من قبل تنظيم الدولة الإسلامية للمرة الأولى. بالحلقة اللي جاية رح نعرف أكثر عن كواليس الحلقة الخاصة مع المشتركين ومع لجنة التحكيم، فكونوا على الموعد.